السلام عليكم. السلام. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو هيك صوروا معنا؟ سوينا عملية. عملية؟ ايه الحمد لله. شو العملية؟ عملية بتا الطرف. ما شاء الله عليك. الله يسلمك يعني. ما توقعت نفسيتك هالقد قوية؟ الحمد لله بنتحمل، انه هو قدر رب العالمين. لك ينصر دينك. الله يسلمك. اضحك. والله انا من برا كنت خايف. لا الواحد ما بخاف لانه ما رب العالمين. انا من برا كنت خايف، هيك اجيت دخلت خافي كدني، خافي عصيب، خاف. لا يا عم لا مو كده. هي اللي قلت لي انا زعلان لاني كنت اسعى فيها على الخير. الحمد لله وان شاء الله بدنا نسعى فيها على الخير كمان ان شاء الله. هذاك الطرف اللي دفناه بالارض ان شاء الله بيكون قدامنا على بالجنه اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. ايش بتحب تقول لهالاولاد لهالاطفال ليكي المرضانين؟ نقول لهم انه يتحملوا هذا قدر رب العالمين، وان شاء الله بيفوتوا ويدخلوا على تركيا ويتعالجوا هنيك ويجوا ويتشافوا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. اشو امنيتك؟ بدي اسالك مره ثانيه، اشو امنيتك؟ امنيتي انه بصير مهندس. ايوه ايها ايها الله بلش الشغله الصح. المره الماضيه خلي امنيتي افوت على تركيا اتعالج، قلت لك وين الامنيه القديمه ويني؟ امنيتي ان شاء الله انه نتشافى ونتعافى ونكمل دراستنا ونحفظ القران الكريم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب امنيتك حاليا في العلاج للدخول لتركيا، اشو بتحب تقول لهالناس اللي عم تسمعك اللي عم تشوفك؟ انه اللي بيحسن بيقدم لنا هيك امكانيه نفوت على تركيا بيفوت الاطفال كلياتهم، لانه في منهم عم يموتوا بمرض السرطان وعم بيزعلوا عليهم اهاليهم، وهذا الامر ان شاء الله ما بيصير. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.